واحد بيقول لماذا انتظرت الكنيسة حتى يظهر مكسيموس، وهذا يعني بأن هناك مكسيموس آخر وآخر نرجو حسم الأمور. شوف، هو قال أنا لا علاقة لي بالكنيسة الأم من قريب أو من بعيد، يبقى معنى كده أن هو فصل نفسه عن الكنيسة. ما دام فصل نفسه عن الكنيسة هنفصل في ايه تاني؟ انا كل ما في الحكاية انني حزين عليه، حزين عليه ان يفقد ابديته بهذا الشكل. ربنا يساعده على التوبة.